خليكم عينك كل يوم نجي معك كل يوم. امس خذنا اثنين. سمعتوا عن قصه عجيبه اليوم اللي انتشرت في اليوتيوب، ودي اقصها يسمعونها مشاهدينا الاحباب والاكارم. الله يجزاه خير يا شيخ. امين امين امين. اكتب اجرك يا ربي. قصه جميله. القصه هذه طب انا بقولها باسلوبي عشان لا تنكشف القصه. احسن لو قلتها بذا انعرفت. خلنا نحط بهاراتي ولا الكشنه حقها عليها عشان تضبط. اثنين شباب اطفال، عفوا اطفال مو شباب، يلعبون مع بعض. طبعا تو متعرفين على بعضهم، عبد الله وسامي. سامي عبد الله وسامي. فعبد الله كل عصرية يشوف سامي يجي، يلعبون لين قبل المغربية وروح. ما يدري من سامي هذا وين ساكن. لكن بعد عدة أيام توطدت العلاقة، فقام عبد الله بيتعرف زود على صاحبه هذا الجديد اللي يلعبوا وياه. سامي وين تروح أنت؟ قال أنا أروح المسجد. سوي في المسجد؟ قال أنام في المسجد. ليه ما عندك بيت؟ قال لا. طب أبوك وينه؟ قال ميت. أمك وين هي؟ قال ميتة. لطيف. ما عندك أحد؟ ما لك؟ قال ما عندي أحد ولا لي أقارب، أنا في المسجد، سكني المسجد. عبد الله هذا الطفل تأثر، فلما رجع البيت أخبر أمه بالسالفة. قال يا أمي عبد الله صديق الجديد طلع سامي ولا صديق الجديد اللي سالفته كذا كذا كذا. الأم تأثرت، قالت طلعنا. راحوا المسجد لقوه، شالوه جابته، سألت تأكدت، فعلا تأكدت ان هذا الولد ماله احد. مقطوع مشجرة. لطيما وليس يتيما. احنا قلنا اللطيم اللي فاقد امه وابوه، ماله احد، لا قريب ويتيم. جابته البيت عندها، جهزت له غرفة مثل غرفة ولدها عبد الله، متطلبات زي ولدها عبد الله، وخلصت إجراءات رسمية حتى تكون تكفل بشكل رسمي. ثم سامي لاحظ أن المرة ذي قالت يمكن أسبوع بعدين بتخلى عني. مر الأسبوع الأول، الشهر الأول، السنة الأولى، ما شاء الله، 15 20 سنة وهو عندها في البيت، ما شاء الله تبارك. ربته مثل ما ربت ولدها، حتى أصبح من الناجحين وأصبح بطل كمال الأجسام في دولة البحرين. ما شاء الله تبارك الله. الكابتن سامي. ونعم والله ونعم. الكابتن سامي بطل كمال الأجسام في دولة البحرين. نمسي عليه ونمسي على دولة البحرين قيادة وشعب. على رأسنا البحرين كلها. هذه الأم طبعا كرمت، والتكريم طلع. بإمكانكم تخشون اليوم اليوتيوب وابحثوا عن أم عبد الله والكابتن سامي، شوفوا قصتهم، شوفوا قصة هذه المرأة التي فعلا استشعرت عظيم الأجر وفي كفالة هذا اليتيم هذا اللطيم، وكيف أنها وقفت معاه حتى أصبح رجل يشار إليه بالبنان. قدوة. قدوة، بطل في جانب من جوانب الرياضة، وأفضل رجل في هذا الجانب في بلده. خدم وطنه. خدم وطنه ورفع كما يقول اسم الوطن عاليا. لا إله. كفالة الأيتام، كفالة اليتيم. استشعروا أنكم فعلا ترعون هذا الإنسان قلبا وقالبا. الوقوف مع اليتيم ورحمة اليتيم، فوق أنها لها الأجر العظيم، فوق ذلك أنتم قد تحيون إنسانا من العدم. نقولها بصراحة، ليس العدم المفهوم، لا أقصد أنه من لا شيء. لا شيء. هذا كان في الشارع ما له أحد، ما ينام إلا في المسجد، وإذا نام في المسجد تخيلوا وين يلقى الطعام ويلقى الأكل؟ أكيد من الصدقات وسؤال الناس. لو لم يرحمه المولى عز وجل برحمته ثم يقيض له هذه المرأة، إيش بيكون؟ أخشى أن يكون بكرة تاجر مخدرات، كان بيكون قاطع طريق، عالي على المجتمع، عالي على مدمر المجتمع، سفاك للدماء، منتهك للأعراض، يسرق. لذلك يسرق كما قال ولد الغالي. لذلك هؤلاء الأيتام إذا لم يجدوا اليد الحانية التي تحن عليهم
والله غدا يعودون إلينا سهاما في صدورنا، تدمرنا وتدمر مجتمعاتنا، تدمر أمننا وأماننا. لذلك حق الأيتام لابد أن نقوم به، أقل شيء قم به مجموعة منا، حتى فعلا لا نأثم كلنا ونفرط كل ثم نتجرع المرارة كلنا. تعليقكم عيالي عشان أختم. أنا شيخ أقول ما بس ترى مستفيد اليتيم، والله العظيم المستفيد الأكبر اللي بيكفي اليتيم، والله العظيم من أقولها شيخ وأنا متأكد تماما بمردودها عليه من جميع النواحي. الله بيبارك لك في رزقك، في حالك، في مالك، في صحتك، في تربية عيالك، في صلاح عيالك مستقبلا، في كل أمور الدنيا بيطرح الله بركة فيك وتقعد معك، عشان حاجة يعني بسيطة ولا هي اللي تكلف الواحد حاجة. جميل، مثل ما قال أخوي زايد، لكن الناس بعد قصتك ودهم يكفلون بس ما أدري كيف يسوون. جميل، لكن أنا أتركك المجال تعلمهم كيف يسوون. جميل، أنا هذا وقف يا ابني أوقف من الأوقاف السبعة اللي فيها وقف الأيتام. وقف الأيتام، أنت على فكرة زي واحد دخل يدور جوهرة لؤلؤة في البحر، رمى بسلته يبي بس لؤلؤة تطلع له، طلع له ربنا سبع. لا إله إلا الله، فهمتني؟ زي صياد ما يتجوع، رمى هالشبكة يقول يا رب لؤلؤة بس نبيعها تيسر الأمور، ويسحب ذي الشبكة إلا فيها سبع من اللؤلؤ، كل واحدة أنفس من الثانية. لا أنت يا من تريد ما تخلص يا شيخ، الله أكبر أبدا. نعم، أنت يا من تريد أن فقط تنال أجر كفالة الأيتام، خذها ومعها ست، خذ هذه اللؤلؤة ومعها ست. عيالي أبنائي أمهاتي، الأيام تمضي. 250 ريال بس، 250 ريال يا أخي من جوهرات هذه. نعم سير الشيخ، عندك كلمة، كلمة جميلة. الأيام تمضي، الأيام تمضي، والأموال تذهب، وسوف نغادر. دائما نقول هذه الكلمة، سوف تغادر، سوف تنقض هذه الدنيا. هناك قبل أن تغادر، هناك تلقى رصيدك، هناك تجد البنك فعلا الحقيقي، هناك تجد ما قدمت، تجد السبع لآلئ اللي أنت حرصت أنك إيش تكسبها. مش فيك مسفر، آمر يا حبيبي. ما أدري عدو، لا بس عندي كلمة. تفضل حبيبي. كل بونا احنا متسابقين، احنا اخواني كل يوم نسعى يوميا في سناباتنا في التواصل الاجتماعي، ما نسعى للشيء هذا لاجل مصلحتنا احنا او لاجل عمرنا احنا، والله نسعى لكم، نسعى لانفسنا، والله نقولها صادق. اسعوا والله العظيم تلقون الخير وتلقون الشيء الطيب اللي يسعدكم في الدنيا قبل الاخره. احنا جربناها، يمكن اخواننا في البزنس بعد قبلنا، احنا جربناها في الاوقاف اللي راحت، وصلنا محظوظين في ذا الوقف اللي احنا وقفنا فيه في سبع اوقاف. وقف يا ابن سبع اوقاف، والله العلي العظيم ان حنا لقينا منها سعاده ولقينا فيها تفريج كرب لنا شخصيا. عاد حنا في برامجنا هذه، خلك ما طلعنا في برامجنا هذه لقينا منها تفريج كرب لنا احنا شخصيا. الله ان شاء الله يسعدهم ان شاء الله. والله نقولها صادق، والله انت يا شيخ ما عنده شيء، بديت ما عنده شيء، بغى ياخذ اجر. يعني ما خلص ان شاء الله. انت مثال انك من الذين لم يستفرج الكرب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الشكر. اي والله، لذلك من السبع لآلئ تفريج الكرب، لؤلؤة تفريج الكرب. نعم، لذلك أنا أقولها وأختم لها، أخذنا وقت وطول العافية، لكن أختم بها. الروح يا شيخ هناك، الله يسعدك، الله يسعدكم. أنا أختم بها الليلة، خل من الأعمال الجميلة الرائعة التي ترفع لك أن تساهم في هذا الوقت. عندك في الشاشة أكيد تشوفونها قدامكم الآن الباقات، في شيء علينا أقل ما تستطيع، 250 أو أقل من ذلك. والله تأتيني رسائل مفرحة، الحمد لله، من ليبيا، من الأردن، من دول الخليج، من قطر، بالأجل. إمارات، إي والله حريصون، يريدون أن يساهم. نعم، إي والله. لذلك سابقوا، ترى الناس الآن الخيرات من برا حريصين، لما رأوا الثمار ورأوا فعلا هذا الوقف العجيب، مو بس وقف سبعة أوقاف، لا حريص والله. إنهم من ليبيا، من الأردن، وأمسي عليهم كلهم، على أحبابنا في الأردن وفي ليبيا ودول الخليج وفي مصر، يتواصلون يريدون. نعم، أن يساهم. لذلك ترى هي سباق، والله يقول وسارعوا وسابقوا، الأيام تمضي، وشهر رمضان كل الناس حريصين فيه على الخير، كل يوم نقترب فيه من العشر، كل الناس يقدمون، فلا يكتمل هذا الشهر ويكتمل هذا الوقف ولم يكن لك فيه بصمة. 250 ريال في سبع أوقاف، قهر والله يا شيخ. 250 ريال في سبع أوقاف، وزي ما قالوا الغالي 250، سبعة أوقاف 250. نعم،
سلموا له عز وجل أن يعطي منفقا خلفا. الله معطي منفقا خلفا. الله من قدم وبذل اخلف عليه يا رب العالمين. اللهم, اللهم يا ربنا تقبل صيامنا, تقبل قيامنا, تقبل دعاءنا, تقبل صدقاتنا. اللهم اجعلنا ممن يقدم ويبذل رضاء وجهك يا رب العالمين, رضاء مرضاتك, طلبا لمرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي منفقا خلفا, اللهم أعطي منفقا خلفا, اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم من قدم وبذل, اللهم أعطيه بركة في ماله, بركة في عمره, بركة في ذريته. اللهم اجعلنا وإياه من سعداء الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا وإياهم من سعداء الدنيا والآخرة. سامحوني بس أنا أشوف الوقت, الوقت انتهى. أسأل مولى عز وجل أن كما جمعني الله. آمين. الله دخلت كذا. أسأل مولى عز وجل أن كما مد في الأعمار والتقينا بكم أن الله يعيننا وإياكم فنكسب ما يقربنا لرضا العزيز الغفار ويجعلنا من أهل تلك الدار الجنة التي فيها مهل رائع. اللهم آمين. الله يجزاك. ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. وقع وتوصل بالسلام. الله يسعدكم. السلام عليكم. دعواتك. الله يحفظكم. دعواتك. السلام حبايبي. جزاكم الله يا رجال.